ومن موريتانيا إلى السودان، إذ دعت الحركة الشعبية أحزاب المعارضة السودانية إلى التحاور والتوصل إلى رؤية سياسية موحدة بهدف تجاوز الجدل القائم حول شرعية الحكومة الحالية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. التقرير لمحمد الطيب. الجدل السياسي ما زال قائما بين أقطاب المعارضة والحكومة السودانية حول قضيتين: شرعية الحكومة وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد الإعلان عن تأجيلها من شباط فبراير إلى نيسان أبريل المقبل. إلا أن اتجاها جديدا للتهدئة بقيادة الحركة الشعبية برز في محاولة لتقريب وجهة النظر والاتفاق على القضايا المصيرية الكبرى، وفي مقدمتها خيار الوحدة أو الانفصال بالنسبة لجنوب السودان. عندنا نسعى الآن لاتفاق كل القوى السياسية حول الوحدة الجاذبة وشروط هذه الوحدة الجاذبة وضرورة اتفاق القوى السياسية السودانية حولها، وحتى لا قدر الله إذا قرر إخوتنا في الجنوب الانفصال فلا بد أن يكون الانفصال ضمن اتفاق يقوم على جوار أخوي تصريحات المهدي جاءت متفقة مع الاتجاه الذي تذهب إليه الحركة الشعبية بالالتزام بالحل السياسي لكل المشاكل. الحركة الشعبية أصل تيار الحرب بعيد منه، ولو الشعب قرروا أنه دارين أنه يمشي يتفصل ده مش كلام بتاعي، لأنه القرار يكون له الشعب بتاع جنوب السودان، ده برضو ما بيدي للعداوة بين دولتين حتى لو انفصل، المفروض يكون في جيران كويسين وما يكون في أي مشكلة. وبينما كان الاهتمام العالمي والمحلي ينصب على اتفاق السلام الموقع بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، اعتبر الاتحاد الديمقراطي أن ثمة اتفاقات أخرى تم تهميشها ولم تحظى باهتمام كاف من الحركة الشعبية. أنا من جانبي تحدثت بوضوح عن الحفاظ على وحدة السودان، وهنالك اتفاق المرغني قرن ينص على وحدة السودان ترابا وشعبا، وهذا الاتفاق ملزم للحزب الاتحاد الديمقراطي، وأرى أنه ملزم كذلك للحركة. مساع تم بحثها خلال اللقاءات هذه لتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الحركة الشعبية وشريكها في الحكم المؤتمر الوطني بشأن مجمل القضايا محل الخلاف. بالنسبة لنا على المستوى الثنائي بيننا وبين الحركة الشعبية اتفقنا على أنه هنالك لجنة مشتركة الآن هي فاعلة حول القضايا السياسية، الانتخابات والاستفتاء وقانون الاستفتاء، وباشرت أعمالها، وإنها اللجنة دي يؤمل أنها تخلص عملها ترفع آراء للقيادة السياسية. ويبدو أن الحركة الشعبية والتي تتفق مع المعارضة في عدد من القضايا أحدها نتائج التعداد السكاني الأخير تسعى للعب دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة. ويذهب مراقبون إلى أن دعوة الحركة الشعبية للقوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني شريكها في الحكم للجلوس والتحاور تجيء تمهيدا لمؤتمر جوبا حول قضايا السودان لحصد كثير من أصوات التأييد له، لا سيما وأنه لم يضرب ميعاد بشأنه منذ إعلانه، وذلك نسبة لرفض عدد من القوى السياسية المشاركة فيه. خبر الطيب، بي بي سي، الخرطوم.